اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه مطلع الاسبوع من برنامج اليوم على الحره. وزي ما لاحظتوا بالفعل معانا اليوم المذيعه المغربيه المعروفه نبيله كيلاني لاول مره مش ضيفه علينا ضمت لاسره اليوم. سعداء جدا بوجودك معانا يا نبيله وان شاء الله بدايه موفقه. والنهارده حلقتنا مغاربيه بامتياز عشان وجودك معانا. شكرا جزيلا يا باسل وشكرا لكل مشاهدين والجمهور المغربي الذي يشاهدنا اليوم. تابعونا، ساكون معكم في ملفات خاصة ومميزة من دبي، وهذه هي أولى محطتنا المعتادة مع زملاء إيمان ومنى وأسامة. ولكن دعنا نرى ماذا في اقتصاد اليوم مع لبنى. أهلا يا نبيلة، تحياتي ليك والباسل، أكيد منورانا بانضمامك اليوم إلى أسرة البرنامج يا نبيلة. إذا مشاهدينا، وربما يوقف الدوري هناك، سنتوقف مع ظاهرة شغب الملاعب في رياضة أول الأسبوع. لكن باسل ونبيلة، ما الذي لديكم في أجندة اليوم؟ منورة نبيلة. شكرا جزيلا لك. أهلا بك يا باسل، وتحية خاصة للزميلة نبيلة، وأهلا بك في أسرة اليوم لأول يوم معنا النهاردة في اليوم على الحرة. حراك الأزهر يا باسل وأيضا يا نبيلة لم يأتي إلا استجابة لمتطلبات المرحلة. إليك إيمان. اهلا نبيله، بدايه ارحب بك الى اسره اليوم، اهلا وسهلا بك معنا. وطبعا نتحدث في ساعتنا الاولى عن الحرب، يوميات الحرب. مشاهدينا اسمحوا لي بدايه نرحب باستوديو المنوعات بزميلتنا الجديده نبيله الكيلاني. نبيله اهلا وسهلا فيك، وبدي اقول لك انك اضفت نكهه مغربيه مميزه ونبيله من اول اطلالتك معنا بالبرنامج. شكرا. اكيد ان شاء الله هيك لا قدام تنورينا اكثر. وانا بقول لك يعني جلوسي هنا حسب نفسي فنانه.